السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. اختفاء خاصية باندويث كنترول. زي ما احنا عارفين في الفترة اللي فاتت حصل مشكلة كبيرة جدا لأجهزة هواوي، اختفت من راوترات هواوي خاصية الباندويث كنترول، والخاصية ديت هي المسؤولة عن تحديد السرعة. طيب ده حصل ازاي يا جماعة؟ ده حصل نتيجة لتحديث من الشركة للراوتر، بحيث ان السرعة عندك ما تتأثرش بأي حاجة وتفضل ثابتة على 30 ميجا فما فوق، ولكن ده طبعا أثر بالسلب على بعض العملاء، وخصوصا اللي بيحب يحدد سرعته علشان يحافظ على هبوطه لآخر الشهر. وكنا ذكرنا أكتر من حل قبل كده، زي مثلا ان حضرتك تستخدم اكسس بوينت وتحدد بيها السرعة زي الكي تي 112 مثلا، وكنا ذكرنا برضو نسخة الباك اب، وجبنا بالفعل باك اب لراوتر دي جي 8045، ولكن طبعا كل جهاز بيبقى له الباك اب الخاص بيه، يعني ما ينفعش اخد الباك اب بتاع 8045 وانزله على الاتش جي 630. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي تسحب او تنزل نسخة باك اب لراوتر اتش جي 630. بس طبعا قبل اي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. هنفتح طبعا صفحة الراوتر بالطريقة اللي كلنا عارفينها. بنكتب طبعا فوق في العنوان IP صفحة الراوتر اللي هو 192.168.1.1. يظهر لنا بعد كده اليوزر نيم والباسورد بتوع صفحة الراوتر. في اليوزر نيم بنكتب ادمن، والباسورد اللي موجود على ظهر الراوتر، ولو طبعا في حروف تبقى الحروف بتاعتها كابيتال، ولوجن وموديفاي ناو. ازاي بتاخد نسخة باك اب من الجهاز؟ بنيجي هنا على مينتين، وبعد كده ديفايس مانجمنت، وبعد كده باك اب اند ريستور. بتاخد نسخة باك اب من الجهاز ده عن طريق كلمة باك اب، يعني انا بمجرد ان انا هضغط على باك اب وبعد كده اوكي، هتلاقيه نزل هنا في الداونلود عندي نسخة باك اب. نسخة الباك اب ديت بيبقى فيها الكونفيجريشن بتاع الجهاز بما فيه التحديد السرعة اللي أنا كنت محددها. طيب ده طبعا في حالة إن الجهاز ده عليه لسه خاصية تحديد السرعة، يعني لو ضغطت هنا في الإنترنت أنا خاصية السرعة لسه موجودة عندي، أو خاصية تحديد السرعة اللي هي باندويتش كنترول لسه موجودة عندي. فأنا هضغط هنا وأكتب هنا السرعة اللي أنا عايزها وليكن مثلا، وبعد كده بضغط على سيف، وبعد كده بدخل على المينتين بالطريقه اللي احنا قلنا عليها اللي هي ديفايس مانجمنت وباك اب اند ريستور وباك اب، وبعد كده باخدها كده. انا عندي السرعه ال 128. طبعا ديت لو انت عندك جهاز لسه ما تاثرش، طبعا ديت لو انت عندك جهاز لسه ما تاثرش بالتحديث، او مثلا عند صديق ليك. طيب انا لو ما عنديش جهاز ايه اللي عمل في حاجه زي ديت؟ تعال اول نشوف احنا ازاي هنرجع النسخه دي. بترجع النسخه ديت للجهاز عن طريق ريستور، يعني من نفس المكان بس بدل كلمه باك اب هتبقى ريستور. بس طبعا هنا بنختار الاول الملف من تشوز فايل، بنضغط على تشوز فايل، بنروح على مكان الملف بتاعنا، وبعد كده بنضغط على ريستور. كده هو بيسحب الباك اب بتاعي، فيه الاعدادات بتاعتي وفي السرعه اللي انا ضفتها. يبقى دي الطريقه لتحديد السرعه، انك هتروح لجهاز صديق ليك يكون لسه عنده خاصيه تحديد السرعه، وهتكتب السرعه اللي انت عايزها وتسحب الباك اب. طيب انا لو ما عنديش جهاز تاني اخد منه نسخه الباك اب هعمل ايه؟ كل مطلوب من حضرتك انك هتسيب تعليق مكتوب فيه
السرعه اللي حضرتك كنت شغال عليها او الرقم اللي كنت حضرتك كاتبه في الباند ويدث كنترول. طبعا السرعه اللي احنا بنكتبها في الباند ويدث كنترول ما بتكونش دقيقه، يعني مثلا لو حضرتك كتبت سرعه 5 ميجا مش هتحمل على 5، لو كتبت 10 مش هتحمل على 10. تمام، تعالوا كده مثلا نشوف الباند ويدث كنترول عندنا. ادي الباند ويدث كنترول، الرقم اللي هنكتبه هنا بالكيلو بايت. تمام، ادي اول حاجه، يعني الرقم اللي انا هكتبه هنا كده اللي هي 128 هتبقى 128 كيلو بايت. فلو فرضنا ان انا كتبت مثلا هنا 512 تبقى 512 كيلو. تمام، هل هي هتحمل فعلا على 512؟ لا، مش هي دي السرعه الفعليه اللي هتنزل. واكتريه الناس اللي كانوا بيحددوا سرعه عارفين ان الارقام اللي انت بتكتبها هنا مش هي نفس الارقام اللي بتحمل بيها. ايا كان الرقم اللي انت كنت بتكتبه، هتشوف الرقم اللي انت كنت بتكتبه هنا كام وهتكتبه لي في التعليقات، وهنجهز لحضرتك باك اب بالرقم ده وهنرفعه لك هنا على الصفحه بتاعتنا زي ما عملنا بالظبط في الراوتر اللي قبله الدي جي 8045. بس طبعا زي ما قلنا كل راوتر وله الباك اب المناسب ليه، ما ينفعش اخد باك اب ال 8045 واروح انزله لل 630. فحضرتك هتكتب تعليق، طبعا ما تنساش اللايك، اعمل لايك على الفيديو وهتكتب تعليق بالسرعه اللي انت عايزها، وهنجهز لحضراتكم النسخ بتاعت الباك اب وهنرفعها على الصفحه بتاعتنا. يلا اعمل لايك واكتب السرعة المناسبة ليه. طبعا في ناس كتير بتقول ده سوفت تي اي داتا، هل يا ترى هينفع للسوفت وي؟ خدوا بالكم يا جماعة، هما السوفتين زي بعض بالظبط، يعني فهنا اتش جي 630 فيرجن 2 والوي برضه هو اتش جي 630 فيرجن 2. كل الحكاية ان الراوتر ده نزل في السنة اللي اتغيرت فيها الشركة من تي اي داتا لوي، او اللي كان ساعتها بيغيروا فيها الراوترات، بيشيلوا اللوجو بتاع تي اي داتا وبيحطوا اللوجو بتاع وي. فعلشان كده هتلاقي هنا اللوجو بتاع تي اي داتا في بعض الاجهزه، وفي بعض الاجهزه اللوجو بتاع وي، لكن هما الاثنين نفس السوفت، فما فيش مشكله. وحضرتك هتجرب ما فيش مشكله، يعني ما تقلقش مش هيحصل اي مشكله من تجربه الباك. يلا كل واحد يعمل لايك ويكتب السرعة المناسبة ليه، وهنحاول نوفر لكم الباك اب في أقرب وقت ممكن. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات أسفل الفيديو. وطبعا حضرتك ما تنساش لايك وسيب السرعة اللي انت كنت شغال عليها، وهنحاول نجهز لك الباك اب في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.